مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. الفقرة الثانية النهاردة هتكون من خلالي وهنستضيف فيها طبعا دكتور وليد عبد الباقي طبيب فريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي السابق، والحديث وحديث الساعة في الحقيقة عن الإصابات وإصابات الملاعب خلال هذه الفترة، واللي يمكن كلها بتنحصر بنسبة أكبر في صفوف النادي الأهلي للأسف. إن شاء الله فترة يتدركها الفريق والنادي بشكل عام والإدارة أكيد فترة صعبة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي من حيث الإصابات. هنستفيد في هذا الحديث طبعا مع دكتور وليد عبد الباقي الطبيب الأسبق للنادي الأهلي. يا دكتور مرحب بيك ومنورنا ومشرفنا. الله يكرمك، أهلا بيك. أهلا حضرتك، كله تمام. أهلا بكل مشاهدي القناة، يعني ربنا يا رب يعني يجعلنا موفقين كده نقدر نشرح لهم الدنيا يعني. إن شاء الله بإذن الله منورنا ومشرفنا أكيد. خلينا نروح في البداية نشوف تقرير صوتي عن إصابات الملاعب بشكل عام وإصابات الرباط الصليبي بشكل خاص. نروح التقرير ونرجع مرة تانية. يتعرض لاعب كرة القدم للعديد من الإصابات التي تحتاج إلى وقت طويل للتعافي منها، من أشهرها وأكثرها الإصابات العضلية، لكن يبقى الرباط الصليبي هو الشبح الذي يحاول أي لاعب الابتعاد عنه. الرباط الصليبي من أشهر الإصابات البالغة التي يتعرض لها الرياضيون، فهو من الأربطة الداخلية التي تحافظ على استقرار الركبة وعدم انحنائها. تحدث الإصابة بالرباط الصليبي غالباً نتيجة تعرض اللاعب لحركة في الركبة بشكل خاطئ تتسبب في دوران الجسم مع ثبات القدم، أو نتيجة احتكاك الركبة بشكل عنيف مع الكرة أو أرضية الملعب، خاصة إذا كانت صلبة، أو نزول اللاعب على الأرض بصورة مفاجئة، وذلك وفقاً لمعظم الأبحاث الطبية. تعتبر الإصابة بالصليبي هي إحدى المشاكل التي تواجه الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، والتي تطارد النجوم في العقد الأخير، الأمر الذي أصبح مؤرقاً بشكل كبير للأندية والمدربين واللاعبين وأيضاً الجماهير، خاصة وأن الإصابة تأتي لنجوم تلك الفرق أو لإحدى صفقاتها الجديدة، مثل ما حدث مع محمد محمود نجم الأهلي الذي لم يكمل مباراة واحدة مع الفريق، هاجمته لعنة تلك الإصابة ليصاب الجمهور الأهلاوي بأكمله بصدمة شديدة. مع انتهاء الدوري الأول من مسابقة دوري لهذا الموسم، هاجم الرباط الصليبي 9 لاعبين من أندية مختلفة أصيبوا بقطع في الرباط، وانتهى على الأغلب موسمهم مع فرقهم والمنتخب الوطني، كان آخرهم صلاح سليمان مدافع إمبي محمد محمود، فيما كان لفريقي إمبي والجونة نصيب الأسد من تلك الإصابة في لاعبيهم، حيث خسر كل فريق منهما لاعبين بتلك الإصابة. السؤال الذي يشغل بال الكثير من عشاق كرة القدم، لماذا تحدث تلك الإصابة؟ ما أسباب الوقاية منها؟ وكيف يتم علاجها بالشكل الصحيح؟ يعني طبعا التقرير اتكلم بشكل مفصل عن اصابات الملاعب بشكل عام، وبالتحديد اصابات الرباط الصليبي واللي يمكن تعتبر اصعب الاصابات في الملاعب المصريه، الرياضات المصريه بشكل عام مش كره القدم بس. وللاسف محمد محمود ده لاعب النادي الاهلي والوافد الجديد ده من وادي دجله، بعد دقائق من مشاركته لعب المباراه الاولانيه امام بيراميدز في الشوط الثاني، وابتدى في مباراه سموحه للاسف مع بدايه الشوط الثاني في المباراه تعرض لهذه الاصابه الخطيره، وفي الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي تعرض كمان لصدمه مع هذه الاصابه. بالتالي ان شاء الله نتمنى له الشفاء ولكل اللاعبين اللي عندهم اصابات بشكل عام كل التوفيق والشفاء سريعا ان شاء الله عشان يرجعوا للملاعب باسرع وقت. طبعا دكتور وليد عبد الباقي، يعني رأيك في التقرير وهل لك أي تعليق طبعا على التقرير اللي كان معانا من شوية؟ هو طبعا التقرير جاي بشكل مفصل عن الإصابة
بس هو طبعا الموضوع يمكن له يعني ايه عمق شويه يعني ليه الرباط الصليبي بدا يظهر بشكل ما احنا طول عمرنا او يمكن كمان الاجيال اللي قبلينا ما كانت بتلعب كوره وملاعب و... لكن بدات الدنيا تبقى يعني بشكل كثيف فعلا وبدات يعني يبقى في رصد لحالات كثيره من الرباط الصليبي في الفتره الاخيره ديت ومش بس عندنا وفي كل البلدان يعني مش بس بالنسبه لمصر يعني القضية أنا أظن أن لها علاقة شوية يعني إيه ارتباط اللاعب بالجيم أو بالإعداد البدني أو يعني مع تطور التكنولوجيا في عفوا مع تطور الجيمات يعني والأجهزة وارتباط اللعيبة ومش بس اللعيبة والشباب بصفة عامة بأن هم يروحوا الجيم بدأ يبقى فيه استخدام غير علمي شوية للأجهزة بانه يبني كتل عضليه ويسيب كتل عضليه ثانيه يعني يركز على الاماميه ويسيب الخلفيه هو ربنا خلق الجسم عباره عن كتل عضليه متقابله تمام يعني من المفترض ان المساله لما تبقى ماشيه بشكل علمي يبقى توزيع الشغل في الجيمات او في تقويات العضلات يبقى توزيع بالانسد زي ما ربنا خلقه متزن. يعني في كتله عضليه وكتله عضليه مقابله اللي بيحصل ان في ناس بتروح تشتغل في الجيم وبتشتغل طبعا مع يعني بدون برنامج ويبتدي بقى يركز على كتله عضليه ويسيب الكتله الثانيه يشتغل على الاماميه ويسيب الخلفيه يسيب السمانه دي ناس بتتمرن على الابر بادي على بس مش تمام بس هو القضيه في النهايه مش او بيتمرنش خالص على رجليهم وده ممكن بيؤدي برضو اصابات لو بيلعبوا كره على حاجه ومربي عضلات في جسمه من فوق ما انت الناحيه او الجزء اللي تحت كله ضعيف بالظبط فهو احنا بالتالي لما نيجي يعني ننظر لها بنظره ان احنا كتقدم بقى موجود وجيمات موجوده في كل مكان وارتباط الشباب بالجيمات بس البرنامج بقى اللي بيشتغلوا بيه هو بيشتغلوا كثيرا من الشباب بيشتغل مع نفسه علشان كده برضو الواحد لازم ينظر لها بنظرة علمية شوية لما هتبتدي بقى نتكلم على إصابات بتكتر يبقى لازم نبتدي يعني نراجع نفسنا في المسببات للإصابات إيه بقى من وجهة نظرك احنا خلينا نتكلم بصفة يعني عدد الإصابات بشكل رهيب خلينا نبتدي بالنادي الأهلي بصراحة لأن الناس كلها أو كل الجمهور اللي بيتابعنا دلوقتي عايز يعرف أسباب الإصابات المتكررة والعديدة في صفوف النادي الأهلي وللأسف بقى لها فترة ما بتخلصش ممكن يكون في أسباب كتيرة لكن من وجهة نظرك كحضرتك طبعا طبيب سابق لفريق النادي الأهلي من وجهة نظرك ايه سبب تكرار الاصابات والكم الهائل ده المتواجد في صفوف النادي ده احنا هنخرج بره دايره رباط صليبي بس وخلينا نتكلم على الاصابات بصفه عامه احنا عشان نقول ان احنا عايزين نقيم ليه الاصابات كتيره لازم نبتدي نحط لنفسنا تصور عن مسببات الاصابات تمام. هو اساسا في حاجه بتحصل يعني مسببات بتحصل قبل ما تحصل الاصابه وبعدين الاصابه وبعدين ما بعد الاصابه خلينا نتكلم فيما قبل الاصابه اللي قبل الاصابه الفتره ديت احنا برضو من الحاجات اللي عايزين يعني نتكلم فيها ان احنا كجهاز كوره وكفريق دي لعبه جماعيه يعني كل فرد فيها بيأثر في الفرد التاني يعني كل واحد لازم يبقى عارف دوره وبيساعد غيره على ان هو يقوم بدوره فاي حد هيأثر في دوره هيأثر على الباقيين بالزبط. تماما يعني اللاعب لو ما بيقومش بدوره هيأثر على كل الجهاز مع بقية زمايله والجهاز برضو كل فرد فيه لو ما قامش بدوره هيأثر على الباقيين وهكذا فهي لعبة جماعية كله بيخدم على بعضه إذا حصل تقصير هيأثر على الكل نرجع تاني لجزئية ما قبل الإصابة لما نراجع مسببات الإصابات نبتدي من أول لحظة الإعداد فترة الإعداد قبل بداية الموسم أو لو حد جاي جديد بالزبط. لازم برضو اي حد جاي جديد هعتبره ان انا لسه بقيمه بدنيا او انا هبتدي الموسم للفريق يبقى لازم ابتدي الموسم بفتره اعداد جيده لازم تاخد فتره كافيه لازم تبتدي على منهج متكامل علمي صح ويفضل انها يبقى فيها بعض القياسات واحنا يعني يمكن كان حصل كلام كتير ايام يعني من فتره واظن لحد دلوقتي الجهاز اللي موجود دكتور خالد وجهاز المعاون بيتكلموا على وجود وحده قياسات وانا من زمان كان نفسي الحقيقه ان احنا كنادي اهلي نادي كبير طبعا ولازم يبقى عندنا الـ يعني الامكانيات ديت اللي هو ان انا احط اللاعب في وحده اللي هي اسمها ايزوكاينيتيك ستادي ديت عباره عن جهاز بيقيس الكتل العضليه بيقيس القوه العضليه توزيع القوه العضليه فدي تقدر تحدد لي يعني بيحدد النواقص في العضل بالظبط في كل لاعب من حيث العضلات بالظبط يعني هيقول ان بالظبط هيقول ان القوه العضليه هنا بالنسبه للقوه العضليه هنا بالنسبه للقوه العضليه كعضلات اقدر احط بقى صوره زي خريطه كده لكل لاعب انت عندك المشاكل فين وابتدي ابني عليها
في جهاز تاني اللي هو جهاز الاتزان، وده مهم جدا 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 عشان قصة إصابات الصليبي. لأن المشكلة الرئيسية في إصابة الصليبي هي قصة اتزان، عدم توافق عصبي عضلي، ومشكلة ما بين الكتل العضلية المختلفة اللي هو احنا كنا بنتكلم عليها من شوية، ان بيروح اللاعب يركز او يزود. خلينا نركز في البداية عن الإصابات العضلية، بعد كده هنتكلم باستفاضة عن هما مرتبطين ببعض. تمام، احنا قلنا الاول فترة الإعداد لازم تبقى فترة جيدة جدا، ولو لاعب جاي جديد لازم يخضع لنفس القصة بتاعت الإيفالويشن بتاع التقييم اللي هو التقييم البدني، وان هو فعلا إعداده جيد، وان إعداده ده خلاص جاهز على انه هو يشارك ولا لا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، لابد ان يبقى فيه توازن، وده يعني كلمة التوازن دي أظنها هي حجر الأساس في قصة الإصابات، ما بين الحمل البدني وما بين اللياقة، يعني الحمل التدريبي عفوا، وما بين اللياقة البدنية وما بين فترات الاستشفاء. لما بيبقى في ضغط جامد على اللاعبين من المدرب، ممكن يبقى مثلا في تنشن زايد، ماتش مهم يبتدي يبقى الضغط اكتر. لا، المدرب يعني اللي معلش يعني بيبقى مفيد هو المدرب اللي بيبقى عنده نوع من ضبط بيقولوا الانضباط الانفعالي، اللي هو يعني ما بيتاثرش قوي بالتنشن، هو عارف ماشي ازاي وهي ايه الحمل بتاعه، مش هيعلى بيه اكتر من المفروض يعلى بيه، وهينزل امتى بالحمل بتاعه. فانا الحمل التدريبي، انا طبعا بتكلم بصفه عامه، انا ما بقصدش مكان معين يعني، لكن هو الحمل التدريبي الى اللياقة البدنية اللي هتتعمل في الجيم أو هتتعمل كمرونة في الملعب أو وفترات الاستشفاء. التوازن ما بين التلاتة دول مهم جدا جدا عشان ما تحصلش الإصابة. من ناحية تانية برضو توازن ما بين تلات حاجات، ما بين القوة العضلية، يعني أنا هشتغل، هي العضل له قوتين، قوة إطالة وقوة انقباض طبعا. فما بين القوة العضلية وما بين الإطالة اللي هي الإطالات العضلية وما بين التوافق العضلي العصبي. التوازن ده برضو مهم جدا جدا جدا، يعني ما اشتغلش اطالات كتير جدا لدرجه ان انا اتعب العضله من ناحيه الاطاله، وما اشتغلش قوه 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 واضيع نفسي من ناحيه الاطالات، وما ضيعش جزئيه الاتزان والتوافق العصبي والارتكازات اللي هي بيبقى فيها نوع من التوافق اللي هو ممكن يخلي اللاعب في لحظه ما في موقف ما يقدر بحركه معينه يتفادى الاصابه. التوازن ده امر مهم جدا جدا جدا. لما يحصل بقى ان احنا مثلا نلاحظ احنا لسه كل ده ما قبل الاصابه. وعلى فكره الطبيب هنا يعني الفتره اللي هي ما قبل الاصابه له دور برضو في يعني في قصه الاعداد، في قصه المتابعه. في قصه المتابعه ديت فيها جزئيتين برضو، جزئيه الـ الوزن والتغذيه. اللاعب لما بيزيد وزنه بيبقى فرصه الاصابه اعلى، ولو جت اصابه بتبقى بدل ما تبقى درجه قليله بتبقى درجه كبيرة. اكتر. برضو التغذيه وفترات الراحه ومتابعته في هذا الامر ده امر مهم جدا جدا. لما بيحصل ان الطبيب يلاحظ ان مثلا في اصابه بتتكرر في اكتر من لاعب في نفس العضله، لازم يرجع للمدرب يقول له انا ملاحظ ان في اصابه في نفس العضله في اكتر من لاعب، لان ده معناه ان في تمرينه بتتعمل، التمرينه ديت زادت قوي لدرجه يعني مثلا ممكن مدرب يشتغل اوفرات 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 وبعدين ضغط قوي 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 قوي، فجاء كل اللاعبين بعضله ضمه او 3 4 5 لاعبين بعضله ضمه. في اللحظه دي لازم الطبيب يروح للمدرب يقول له انا ملاحظ ان في كذا، يبتدي المدرب يعيد تاني، وهو ده التوافق بقى اللي ما بين الجهاز وبعضه. وطبعا كلنا يعني لازم المدرب يستوعب التعليق بتاع الطبيب، ولازم الطبيب يستوعب الايه الدور بتاعه في اللحظه ديت. الجزئيه اللي بعد كده جزئيه الحاله النفسيه للاعبين. برضو يعني اللاعب مهما كان في ارض الملعب مش زينا واحنا بنتفرج على التلفزيون. اللاعب تحت ضغط شديد، اللاعب المدرب بيضغط عليه، الجماهير بتضغط عليه، هو نفسه بيضغط على نفسه من 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 التنشن اللي هو موجود فيه. لازم الحاله النفسيه بتاعه اللاعب تبقى يعني بيراعيها المدرب، بيراعيها الطبيب، بيراعيها هو اللعيبه حتى مع نفسهم مع زمايلهم. الحاله النفسيه بيبقى ليها تاثير كبير جدا جدا. طيب قبل ما نستفيد او نكمل حديثنا عن الاصابات، خلينا نقول خبر عاجل، وهو فوز منتخب مصر الاول لكره اليد في اولى مبارياته او اولى انتصاراته في بطوله كاس العالم على منتخب الارجنتين بنتيجه 22-20. احنا عارفين ان احنا خسرنا اول مباراتين، مباراه امام السويد والمباراه الثانيه كانت امام قطر امبارح. النهارده المنتخب بيحيي اماله من جديد في التاهل للادوار المقبله من
بطوله كاس العالم. هذه بطوله الهامه جدا، فوز على الارجنتين مهم، لسه عندك مباراه امام انجولا ومباراه امام المجر. ان شاء الله المنتخب يكون موفق في الفوز في المباراتين دول عشان يقدر يتاهل للادوار المقبله. اكيد بنبارك لهم ومستنيين منهم المزيد في هذه البطوله. اتفضل يا دكتور. احنا كنا وقفنا عند الاول مبروك وعقبال الانتصارات الجايه ان شاء الله. مفرح وخبر مفرح يعني. احنا كنا واقفين عند الجزئيه النفسيه، والجزئيه النفسيه دي مهمه جدا. دورنا كلنا كجهاز ان احنا نحاول ان احنا نقلل الضغط اللي موجود على اللاعب، نديله ثقه. ويعني انا اذكر مستر مانويل جوزيه كان يعني بيتقن الجزئيه ديت، اللاعب يبقى عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه ان هو يقدر يعمل، وعنده ثقه ان هو ممكن يخرج بره الضغط وهو يقدر يحقق، خاصه اذا كان بينتمي لنادي زي النادي الاهلي. ديت لازم نراعيها الجزئيه النفسيه دي، الى جانب طبعا ان احنا نحاول نشوف برضو الحاله الاجتماعيه بتاعته، هل في مشاكل اجتماعيه او حاجه ولا لا، لان كل دي بتاثر عليه. ده الجزئيه النفسيه. هل ده معناه ان مش النادي الاهلي بس، انا بتكلم على كل الانديه بشكل عام، محتاجه في تواجد طبيب نفسي في الجهاز الفني؟ بص انا هقول لحضرتك حاجه، في تجربه قبل كده في النادي الاهلي. هو طبعا يعني وجود طبيب نفسي هيثمر الـ 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 يعني الـ الجزئيه دي، ولكن انا شايف ان المساله مش قصه طبيب نفسي، هي لازم تتراعى من المدرب وتتراعى من الجهاز وتتراعى من الطبيب وتتراعى من يعني الجزئيه النفسيه ديت حاجه لازم تبقى ما بين الكل وبعضهم، لكن مش هتبقى الطبيب النفسي هو اللي بيصنعها، لكن هو طبعا وجود طبيب نفسي هيبقى بيثمر الجزئيه ديت. في حاجات بقى تانية زي ارضيه الملاعب طبعا والكلام عليها. ارضيه الملاعب مهمه قوي، احنا يعني هو طبعا برضو مع التطور الموجود بقت الملاعب بترتاح. طيب قبل ما نستفيد في ارضيه الملاعب، واللي هي اكيد بيبقى ليها دور كبير جدا في الاصابات للاسف، خلينا نروح نشوف تقرير مهم عن راي الجماهير في اهميه تواجد الطبيب النفسي في الاجهزه الفنيه علشان تقلل من معدل الاصابات، وعشان امور شخصيه كتيره اخرى تخص اللاعبين بشكل عام وبتساهم في تالقهم بشكل اكبر في الملاعب. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. والله حقيقة في الأيام الحالية وفي الأوقات الآتية، نعم اللعيبة في كل الفرق الرياضية في الميدل إيست عندنا هيحتاجوا للسيكولوجيست اللي هو الطبيب النفساني، يهيئ اللعيبة ليكونوا متهيئين في الملعب نفسيا وفكريا وذهنيا وبدنيا حتى يؤدي الماتش واللعبة على اصول التدريبات وتوجيهات المدرب. اكيد يعني برضو الواحد هيحتاج لدكتور نفسي، يعني هي العمليه مش ان انا اوصل للعالميه وبس، ما انا ممكن اوصل للعالميه واقع. يعني الجديه ان انا احافظ على الـ على الـ على الـ على ايه اللي انا وصلت له، ما انزلش، يعني احنا المفروض نمشي قدام ما نرجعش ورا. يعني هو ان انا مش يعني سهل ان اوصل للعالميه، انما صعب ان انا افضل مستمر عليها. لا هي محتاجاها جامد، يعني زي ما كل فريق ليه دكتور اخصائي ليه، يعني محتاج طبعا دكتور نفساني لان كل لعيب طبعا ليه مشاكله وفي الحياه يعني وكده، فلازم يعني بيكشف على اللعيب دايما قبل الماتش مثلا حالته النفسيه ايه، يمكن يعرف يلعب ولا لا، عليه ضغط مثلا يريحه او ينزله كبديل، لكن ما يبتديوش من اول الماتش ضغط زياده فما يتوتر ما يعرفش يلعب كده. اكيد اي رياضه تحتاج لدكتور نفساني، الجانب النفسي للاعب و يعني الحاله الذهنيه للاعب بتهيئه انه يكون جسمانيا قادر انه يكون يؤدي اداء ممتاز يعني، فاكيد شيء طبيعي انه محتاجين لاطباء نفسيين وعلى اساس انه يهيئوهم نفسيا قبل المباراه او في التمارين وكذا. طيب هو واضح ان في اجماع من الاراء اللي كانوا متواجدين معنا، الجماهير بعض الجماهير كانوا متواجدين معنا في التقرير اللي فات ده، ان لازم يكون في طبيب نفسي في الفريق. فاحنا نتاكد من دكتور طبعا وليد عبد الباقي، هل حتمي ان يكون متواجد طبيب نفسي في فريق اي فريق بشكل عام ولا مش شرط؟ والله هو انا رايي ان هو مش حتمي، مش هو حتمي. مش حتمي. هي القضيه ان انا يعني انا عايز الجزئيه النفسيه ديت من المدرب ومن الجهاز تجاه اللعيبه، يعني لا تفقد، يعني زي الاب والام في جزئيات نفسيه هيتقال لهم خلي بالكم من نفسيه اطفالكم في نقطه واحد واثنين وثلاثه واربعه، مش هينفع يجيب حد يعالج الجزئيه النفسيه ديت ويبقى موجود معاهم دائما. لكن انا ما بقولش ان هو يعني هو اكيد هيبقى مثمر، على الاقل هيبقى يعني بيحاول ان هو يعني يراعي الجو العام ويشوف برضو الاجتماعيات بتاعت اللعيبه وهكذا، لكن
ده لن يعني يلغي دور مراعاة الجزئية النفسية من خلال الجهاز المدرب ومساعد المدرب والجهاز الطبي وكل الناس اللي موجودة. هي مسألة توعية بأن احنا كلنا لازم نراعي الجزئية النفسية دي، ما نبقاش كلنا عمالين بنضغط عليهم على اللعيبة وبنضغط على بعضنا وبنحاول ان احنا يعني لازم نحاول ان احنا نراعي الجزئيه النفسيه ديت بهذا الشكل اللي هو المدرب يراعيها، وفي مدربين بتتقنها، وانا اذكر ان كان مستر مانويل جوزيه كان بيتقن بالظبط. طبعا مستر مانويل جوزيه الناحيه النفسيه عنده كان بيقدر او بيقدر يتعامل مع الناحيه النفسيه بشكل عام مع اللاعبين بشكل مميز جدا، واحنا اكيد كلنا عندنا يعني ذكريات كبيره جدا مع هذا الرجل يعني بشكل عام. طيب نتكلم على الملاعب، احنا عندنا للاسف في مصر الملاعب مش على المستوى العالي جدا اللي بنشوفه في اوروبا، وده ممكن يكون بيؤدي ان الاصابات هنا في مصر بتكون اكتر من الاصابات اللي احنا بنشوفها في اي دوله اخرى اوروبيه او في العالم بشكل عام. هل الملاعب ليها دور اساسي في الاصابات يا دكتور؟ طبعا. ما هي دي الارضيه اللي بيلعب عليها اللاعبين، فبالتالي وهو بيبقى بيلعب عليها وهو واثق فيها، فهو لما بيحط ثقته في الارض وبعدين الارض تخونه هتبقى ساعتها الاصابه اكيده اكيده وهتبقى صدى قويه يعني. احنا مشكلتنا ان احنا بدانا ندخل في كمان في اتجاه الملاعب اللي هي الترتان، ما يعني ملاعب النجيله والنجيله الطبيعيه وكده بدات تقل شويه، وملاعب الترتان مشاكلها اكتر من الملاعب الملاعب اللي هي الطبيعيه برضو لها مشاكل بتحتاج صيانه وبتحتاج مراعاه قويه جدا، بتحتاج رعايه جامده يعني عشان الملعب يبقى مستوي، ما يبقاش فيه تعرجات او فيه حفر، عشان الملعب يبقى مقصوص كويس النجيله، عشان النجيله لما بتبقى عاليه بتبقى مقاومتها اعلى مع اللاعبين وده برده بيبقى فرصه عاليه للاصابه. وبرده الملاعب الطبيعيه بتترش قبلها بفتره بحيث ان الملعب ما يبقاش خشن قوي، ما يبقاش ناشف قوي، كل ديت بتاثر طبعا على اللاعب وهو بيتحرك. ده جزئيه الملاعب، انا يعني هو الملاعب مهمه جدا، ولكن مش هستفيد انا فيها اكيد، هو في ناس بقى متخصصه في جزئيه الملاعب، لكن الملاعب ليها دور، ليها دور جدا. طب بالنسبه للملاعب الترتانية يا دكتور، هل صحي احنا دلوقتي بنشوف الشباب كلهم بما فيهم يعني انا كل الناس تلعب كوره على الملاعب الترتان، هل خطر في خطوره انك تلعب على الملاعب الترتان ممكن تؤدي الاصابات ومنها الرباط الصليبي، وهل ان انت لما تلعب على الملاعب الترتان دي في الاسترزات الجزم الاسترزات ده خطر ان انت تلعب بيها، لازم تلعب بجزمه فلات مثلا او اللي هي فيها جزئيات صغيره من الاسترزات؟ تمام. هو احنا في حاجه اسمها الجراوند رياكشن فورس، احنا عندنا ضربه الرجل على الارض والريباوند اللي بيطلع اللي هي المرتجع بتاع رد الفعل من الارض للجسم. كل ما كانت الارضيه ديت مرنه معايا كل ما كانت ضرب رد الفعل اقل، وبالتالي هيبقى التاثير على العضلات اقل، التاثير على الاربطه اقل، التاثير على المفاصل اقل، وهكذا. برضو الاحذيه اللي بتتلبس، ما هو هيبقى هو ميزه الاسترزات في الارض الطبيعي التثبيت، ما يبقاش كل شويه اللاعب بيتزحلق وكده، فهو دي ميزتها. لكن القضيه بقى في رد الفعل بتاع الارض، فرد الفعل بتاع الترتان لا، رد الفعل بيبقى قوي ورد فعله بيبقى ناشف شويه على المفاصل وعلى الاربطه. الاحذيه اللي حضرتك تنصح بها الشباب ان هم يلعبوا بيها على الارض الترتان مثلا؟ لا، هو هيلعب برضه بالاسترزات، لان هي متصممه صناعيا علشان تبقى زي الارض الطبيعيه، لكن في النهايه هي مش زي الارض الطبيعيه. تمام. ننقل بقى لحاجه ثانيه غير الملاعب، في جزئيه برضه من العناصر الثانيه اللي ممكن تؤدي للاصابه بخلاف بالظبط، احنا كل ده بنتكلم فيما قبل الاصابه. تمام. التحكيم. لان المباراه لما بتبقى بتسيطر عليها وكل واحد واخد حقه والدنيا ماشيه هاديه، ما بتقلبش ابدا بعنف ضرب ما بين اللاعبين. صح. يوم ما يبتدي الموضوع يخرج بره ايد الحكم وبعدين يبقى في بقى مشاكل ويبتدي اللاعبين ينشفوا على بعض وبعدين تبتدي بقى الاصابات. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور، احنا دلوقتي لما بنتابع في اوروبا وبتحديد الدوري الانجليزي، الحكام مش كل كره بيصفروا عليها فاول، يعني في بعض اللعبات في اوروبا او بتحديد في الدوري الانجليزي لو في مصر بتبقى فاول على طول من غير تفكير، هناك لا بيمشوا اللعب وبتاع، وده برضو بيأديش لضرب اللي بيبقى كله التحام شرعي بالنسبه للكوره. فبالتالي ما اعتقدش ان موضوع الضرب او الالتحام القوي ممكن يؤدي لاصابات، او مش هيكون الحكم سبب فيه، لان الحكم في الاخر بيطبق قانون. بس هو الواقع الموجود ان ده بيحصل في بلدنا. يعني واضح ان سلوكياتنا احنا مختلفه شويه عن سلوكياتهم، ممكن تكون مساله محتاجه توعيه للاعبين، يعني ان انت ما تخرجش بره الدايره لما تلاقي الحكم ما تخرجش بره دايره الانفعال بتاعك، يعني عشان ما تبقاش المساله عباره عن خناقه في الملعب، مش قصه مش مباراه يعني. عموما هي دي اللاعبين يعني
عموما هي دي يعني احد الجزئيات اللي هي بس لابد من انها تذكر يعني. كتير برضو من اللاعبين بقى لبس الشنكار اللي هي الحاجات الادوات اللي ممكن تساعد على انها تقلل شويه او تحميه من ان هو يتعرض للاصابه. كل ده حاجات فيما قبل ان تحصل الاصابه، وبرضو الطبيب له دور فيها، لكن الحقيقه هو مش ده الدور الرئيسي. هو الدور اللي ما قبل الاصابه ده هو بيبقى معاون ومساعد، وعايزين استشاري. نعمل واستشاري وعايزين نعمل وعايزين عشان نحافظ على العضله. يعني هو دوره انه بيوجه نصايح للمدرب، خلي بالك احنا عندنا مثلا مشكله في العضله الخلفيه. تمام. بالنسبه للعيبه بشكل عام، فلازم نتجنب هذه المشكله بطريقه اخرى من التدريبات. يعني ده دور نصيحه واستشاري مش اكتر، لكن دوره مش رئيسي. تمام. والتوازن اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو التوازن ما بين التدريبات وما بين الحمل التدريبي والحمل البدني والفترات الاستشفاء وملاحظات اللعيبه اول باول، يعني اول باول اللي عندهم مشاكل، ان كل مش كل اللعيبه زي بعضها في القوه البدنيه، مش كلهم زي بعض، ولا في المرونه، ولا في يعني في اختلاف ما بينهم، فروقات فرديه. فهو برضو دور الطبيب ان هو يحاول ان هو يعني يحط تحت عينيه الفروقات ديت عشان يقدر ينصح بيها المدرب. نيجي بقى عند حدوث الاصابه. هنا في اللحظه ديت بقى الدور الرئيسي للطبيب، وهو على فكره الطبيب الاصابات او الطب الرياضي بيبقى دوره الرئيسي عند النقطه دي. يعني هو الطبيب مش في الملعب علشان مجرد ما اللاعب يقع مثلا هينزل يرش بينج او يحط تالي، لا، هو دوره التشخيص. هو دوره في اللحظه ديت ان هو يشخص، انه يقول اللاعب ده عنده مشكله كذا، وان اللاعب ده يصلح يكمل او ما يصلحش، لا يصلح يكمل شويه ولا ما يصلحش يكمل خالص. تمام. يعني دوره ان انا بشخص، بس انا كدكتور بشخص بس الحاله اللي قدامي في الملعب بالظبط. في جزئيه بقى اضافيه انها كدمه مثلا، اللي هي الحاجات بقى الايه المعتاده اللي هي ممكن تبقى مش الطبيب اللي بيعملها. وطبعا لو في مشكله كبيره زي مثلا اللاعب لما يبقى في مشكله في التنفس ومحتاج ان هو، طبعا وجود الطبيب في الحاله ديت هيبقى انقاذ حياه. طبعا يعني فوجود الطبيب في الملعب مهم جدا. قصة بقى ان يبقى في اللي ماسك الفرقه حد مش طبيب او كده، ده طبعا مش مقبول. أكيد. لان ممكن في لحظه ما يبقى دور الطبيب منقذ للحياه. فهو اللحظه ديت لحظه حدوث الاصابه مهم جدا جدا قرار الطبيب. في اللحظه دي تشخيص وقرار الطبيب، ومن وراها على طول وضع البرنامج بقى هيمشي ازاي اللاعب ده. هل هو محتاج يعني محتاج فحوصات اكتر؟ لا، ده مش محتاج فحوصات، هيدخل في اتجاه جراحه، هيدخل، لا ده محتاج فتره راحه سلبيه، لا لا مش، وهكذا. وضع البرنامج، وده الدور الرئيسي للطبيب في طبيب الفريق في اللحظه دي اللي هو لحظه حدوث الاصابه. تمام. تعليق بس على الاصابات العضليه، الاصابات العضليه صعبه جدا في تقييمها. مش سهله. مش سهله. يعني مش واحد زي الاشعه. لا، ولا حتى بالإشاعة. يعني هي الإشاعة جزء من التشخيص، لكن هي فعلا الإصابات العصبية العضلية مش سهلة في تقييمها، وبتتبني تقريبا بنسبة 80-90% على خبرة الطبيب اللي موجود. على خبرة الطبيب. يعني لما بيبقى طبيب واحد زي الجهاز الموجود مثلا دكتور خالد، والجهاز اللي موجود يعني بقاله مثلا 18 سنة في أرض الملعب، أكيد طبعا عنده خبرات كبيرة مختلفة عن لما هيبقى حد لسه أول مرة يتحط قدام الإصابة العضلية. لأن أنت ممكن تبعت برضه وتعمل إشاعة، ويكون تقييم الإشاعة هيقول لك شد، وهيقول لك درجة كام، وهيقول لك مزق، وهيقول لك ارتشاح، وهيقول لك كمية الدم الموجود، لكن ساعات الإشاعة ما بتجيبش تفصيل، وساعات الدرجة العضلية اللي موجودة تتشخص كلينيكيا بالكشف وما تتشخصش بالإشعة. ودرجاتها عالية جدا على فكرة. يعني العضلات بتختلف حتى عن بعضها في توزيع الألياف العضلية ما بين العضلة الضمة إلى العضلة الأمامية. أصعب عضلة في جسم الإنسان إيه من حيث الإصابات؟ لما تجيلك إصابة في العضلة دي يبقى الأمور فيها صعبة شوية، تاخد وقت أكبر. ما بتتحطش كده خالص. هي لها علاقة بنوع العضلة، ولها علاقة بسن المصاب، ولها علاقة طبعا بالدرجة اللي حصل فيها الإصابة، ولها علاقة كمان بالعلاج. يعني في لاعب يروح يتعالج ويتسرع وينزل، وبعد ما ينزل يتصاب يرجع تاني، فتكرار الإصابة أسوأ في علاجه من الإصابة لما تكون في أول بدايتها. يعني فهو تشخيص الإصابات العضلية بيبقى يعني بالذات في الدرجات اللي هي المختلفة ديت بيبقى صعب شوية. فلذلك وجود طبيب خبرة يقدر يقيم ده بيبقى مهم جدا في اللحظة ديت. ولذلك الأطباء اللي هم احتكوا كتير بالملاعب بيبقى تشخيصهم مختلف شوية عن الأطباء اللي هم يمكن شغلهم أكتر بعيد عن الملاعب. تمام. طيب
خليني اتكلم بالتحديد عن الاصابات الحاليه والسؤال الناس كلها مستنياه بخصوص النادي الاهلي. اصابات كتير جدا فتره وجيزه جدا، والقائمه ما بتخلاش من الاصابات للاسف الفتره دي في النادي الاهلي. اسباب تكرار الاصابات او اسباب تعرض هذا الكم الهائل من لعيبه النادي الاهلي للاصابات من وجهه نظر حضرتك ايه؟ والله بص، هو يعني اولا طبعا هو قدر الله سبحانه وتعالى، لان احنا مش أكيد. يعني ايه، ما هو اصل في اصابات يعني مثلا هقول لحضرتك مثال، مثلا احمد فتحي كان عنده مزق في العضله الاماميه وخد وقته بشكل كبير جدا، وانا تواصلت مع اللاعب وسالته لما جات له اصابه مره تانية هل مين اللي كان ليه دور في القصه دي؟ قال ما حدش ليه دور خالص في الموضوع ده، انا خدت وقتي بشكل كامل، وكل ما اجي انزل الملعب اقول لا استنى شويه استنى شويه، ومع ذلك جاله تكرار في نفس العضله مزق برضو او شد كبير بالنسبه لاحمد فتحي في العضله الاماميه. ده سببه ايه مثلا؟ اولا احمد فتحي يعني راجل عزيز عليا جدا من ايام ما كنت موجود معاهم يعني، وهو راجل جد جدا. طبعا بس هو معلش مش قراره انه ينزل، مش هو اللي يقول انا استنى شويه استنى شويه. الطبيب ممكن يكون قال له خلاص انت لائق انك تلعب او لائق انك تتمرن، هو الراجل فعلا خد فتره كبيره من التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا، ولما نزل مباراه الداخليه بتحديد اتصاب فيها تاني، شارك اعتقد شوط او اقل قليلا واتصاب، وخلال الدقائق اللي لعبها الراجل شات على المرمى وعمل اوفرات وعمل كل حاجه، لكن مع ذلك الاصابه تجددت. معلش انا هرجع تاني نقطه ان الفينشنج بتاع الاصابه في التاهيل هو اللي بيقول ان اللاعب ده لائق ولا غير لائق، وعاده بيبقى تحت اشراف الطبيب، والقرار بيبقى في النهايه قرار مشترك ما بين الطبيب وما بين التاهيل وما بين الجهاز، وحتى نزوله برضه لازم يبقى نزول تدريجي. هو عموما في الجزئيه ديت يرجع طبعا فيها للدكتور خالد، لكن الصح ان المفروض بيلام الطبيب لما ينزل اللاعب ويرجع يحصل انتكاسه ويطلع بنفس الاصابه تاني بعد مجرد النزول. لكن هو الصح ان الفينشنج بتاع اللاعب تاهيل اللاعب بيعمل كل حاجه ممكن تتعمل في الملعب وما هو اكثر علشان يتقال ان هو فعلا سليم 100% بما في ذلك التحمل، وممكن ترجع وممكن ترجع وده الممكن بس. اعتقد ان هو حصل احمد، وده الممكن اللي يكون حصل، لكن احنا يعني هو الناس معذوره ان هي تقول نفس الاصابه ولما نزل، لكن هو احنا دورنا ان احنا نعمل فينشنج كويس لحد نهايه كل حاجه ممكن تحصل في الملعب، ثم تحمل ثم نزول مع الفريق تدريجي، يعني تيست مشاركه ثم تيست مشاركه اكتر ثم تيست مشاركه، حتى في المباريات برضو جزء ثم جزء ثم جزء. هو ده الطبيعي في النزول. هل على الرغم من ده كله ممكن يحصل انتكاسه ويرجع الاصابه تاني؟ ممكن طبعا. هو ده اللي انا عايز اوضحه، يعني اعتقد كل الاجراءات الطبيعيه لازم ان هي تؤخذ في اتجاه مثلا سي لعيب زي احمد فتحي من قبل الطبيب، كل حاجه حصلت وكل العمليات الاستشفائيه والمعالجه من الاصابه كلها حصلت، ومع ذلك الاصابه عادت تاني، ده شيء وارد ان هو يحصل. نعم تمام. احنا يعني عاده بيلام الطبيب لما في نقطه اللي هو الارتجاع، بيلام الطبيب لما الاصابات تطول، يلام الطبيب لما مثلا التاهيل ما يكونش مؤهل بقيه العضلات كويس فيحصل ينزل ياخد عضله ثانيه. هو يعني الطبيب ليه علاقه بالتاهيل ولا طبعا مدرب الاحمال مثلا هو اللي علاقه؟ لا بالتأهيل. طبعا التاهيل ده جزء من علاج الاصابه قبل النزول، اكيد وكل ده تحت اشراف الطبيب طبعا، خلال الطبيب طبعا. ولابد ان يبقى في تفاهم قوي جدا. احنا الاصابه بتبتدي بتشخيص الطبيب، وبعدين يحط البرنامج، وبعدين يقول سلبي ولا هيبتدي علاج طبيعي، كل ده تحت اشراف الطبيب. وبعدين يبتدي تحت اشراف الطبيب علاج طبيعي الى مرحله ينفع فيها ان هو يبتدي تاهيل، ياخد بقى تاهيل مع علاج طبيعي، كل ده تحت اشراف الطبيب. علاج طبيعي ممكن يتوقف وبعدين نبتدي نكمل تاهيل لحد ما يوصل لمرحله الفينشنج بتاع التاهيل، اللي هو الفينشنج ده معناه ان انا عملت كل حاجه ممكن تتعمل معايا في الملعب واكتر. وفي مرحله اسمها مرحله التحمل، ان انا بضغط عليه اكتر بضغط عليه اكتر علشان اشوف اذا كان بيتحمل ولا لا، وطبعا تحت اشراف الطبيب وتحت برنامج. طبعا ممكن انا بضغط عليه كده الاصابه تيجي، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، تحت اشراف الطبيب، وانا بقول ان انا هزود سنه واشوف وعند لحظه معينه احنا كلنا متفقين ان خلاص العضله كده اتحملت لحد الدرجه اللي هي ممكن ينزل بيها، وبرده بينزل وبيبقى يعني الموقف حساس شويه، وناخد نزول تدريجي سنه بسنه لحد ما نبقى مطمنين على اللاعب كمل. طيب وهكذا. الاهم برضه سؤال لسه ما جاوبناش عليه، هو سبب الكم الهائل من الاصابات في صفوف النادي الاهلي الفتره دي؟ طيب خلينا نرجع تاني لانواع الاصابات اللي موجوده. احنا عندنا اصابات كتير عضليه فعلا. الاصابات العضليه ديت هنرجعها للي احنا قلناه ما قبل، لان هو احنا مش في ايدينا ان احنا نمنع الاصابه العضليه من الحدوث احنا كاطباء، لكن هي غالبا تراكم من حاجات حصلت قبل ما تحصل الاصابه ديت، في فترات اعداد، في انتقالات،
مدربين غيروا كتير. تمام. مدرب صح. ثم مدرب ثم مدرب، ما ده عدم استقرار. فكر تدريبي ثم فكر تدريبي ثم فكر وهكذا. يعني ممكن مدرب بيكون بيركز على إطالات كتير، وممكن مدرب يركز على جيم كتير. كل واحد له أسلوبه. كل واحد له أسلوبه. بس هو في النهاية مين اللي بيتطبق عليه؟ اللاعب. اللاعب. ففي النهاية وجود استقرار بيخلي، يعني لما تيجي تحصل بقى إصابات بعد الاستقرار نبتدي نقول لا ده فيه مشكلة، مش لكن هو ما فيش استقرار، الدنيا برضو مش مستقرة قوي كجزء بدني. أنا بتكلم في الإصابات في الإصابات العضلية. لكن لما يجي بقى لاعب مثلا نازل من تأهيل إصابة عضلية وبعدين يقع يحصل له كسر، ما هتعمل ايه؟ لا ده قدر بقى، يعني دي حاجه قدريه، يعني يحصل له التواء في زي رامي ربيعه مثلا، زي اسوأ اللاعبين حظا يعني في مصر بشكل عام. الراجل كان خف خالص من اصابته اللي هي كانت عنده، سواء الام في الحوض او عضله ضمه، خد فيها فتره كبيره جدا. ولما نزل تدريبات جاله كسر في كسر. فده قدر يعني، في النهايه مش يعني مش بايد حد بالزبط. يعني مهما اتكلمنا في يعني ازاي نتقي الاصابه، لكن في النهايه اذا ربنا مقدر انها تبقى اصابات كتير هتبقى اصابات كتير. يعني دلوقتي في عندنا جزء عضلي، اتفقنا ان هو الجزء العضلي ده لابد من مراجعه الفتره اللي فاتت في الشغل البدني، تمام، والتوازن اللي احنا اتفقنا عليه ما بين الاطالات والقوه والمرونه وما بين الفترات الاستشفاء وما بين اللياقه والايه والحمل التدريبي. ده الجزء العضلي. هل الاتهامات اللي دايما بتوجه للطبيب تبقى اتهامات في محلها؟ لا، هو القضيه ان دايما ولا هي قله وعي من المتابعين مثلا، وده وارد يعني، ممكن واحد ما يكونش متخصص طبيا، ده وارد دايما جدا. الجمهور عايز ان الفريق يبقى سليم، لكن وإن لما يبقى فيه اصابات على طول يروح باصص لايه؟ للدكتور. كثرة الاصابات يروح باصص للدكتور. لا، هو الدكتور مش هو اللي بيعمل الاصابه بالظبط، لكن الدكتور هو الدكتور ده بالعكس مش بيعوض، هو عمال يترمي له اصابات هو عمال بيحاول الراجل يعالج. يعني امتى زي ما بقول لحضرتك، امتى نلوم الدكتور؟ انا هلومه لما يبقى ما ساعدش في ان هو يعلق على الحمل التدريبي مثلا. هلوم الدكتور لما يحصل ارتجاع في الاصابه. يعني موضوع احمد فتحي انا برضه هلوم فيها الدكتور خالد، لازم هيراجع نفسه عادي. ومعلش ممكن تقول حصلت، ما هو ما يبقى عنده مثلا 30 اصابه منهم اصابه حصل فيها ارتجاع. يعني ده مش عمره ما يكون ده مقياس يعني. طبعا لا طبعا يعني مش مقياس اكيد يعني. الحاجه الثانيه، انا هلوم الدكتور برضه لما يكون الموقف مثلا بتاع محمد محمود هو انا عارف ان الدكتور خالد شافه وقال ان الركبه سايبه وقال ان الركبه سايبه، بس المعلومات اللي عندنا ان اللاعب اصر ان هو بالظبط كده، انا لازم اقف. انا هلومه برضو الدكتور خالد لازم تقف علشان الناس كلها تبقى فاهمه ان انت بتقول لا ما ينزلش، لان الناس كلها فهمت ان هو موافق على انه ينزل يكمل. الرشه بتاعت البنج دي هي اللي ادت انطباع للناس. هو دلوقتي اللاعب مثلا مصر انه ينزل، او حتى المدرب، انا طبعا ما اعرفش اذا كان المدرب ولا، بس في بعض الاحيان ساعات المدرب بيصر الدكتور يقول له لا ويصر، بس ده ما حصلش. انا ما اقصدش ان ده اللي حصل يعني، بس انا اقصد ان انا عارف ان خالد الدكتور خالد قال ان الولد الشاب ده رجليه سايبه تمام. بس هو كان لازم يقف ويقول له لا، تبقى واضحه قدام الناس علشان الجمهور ما بيحكمش على دي. يعني هو ما يعرفش الجمهور الكلام اللي اتقال، لكن هو شاف بينج ترش، لكن هو الحقيقه ان هو شخص القصه وقال ان هي واضحه. اعتقد يا دكتور هو بيقع يعني اللقطه لو شفناها او حضرتك كنت شفتها اكيد شويه طبعا كانت واضحه. اعتقد هو على العموم يعني هو قدر طبعا سبحانه وتعالى قدر له كده. لكن انا بتكلم في موقف الدكتور في اللحظه ديت، طبعا هو يلام انه ما وقفش واصر وقال لهم يا جماعه لا ويطلع، بس ده يلام فيها. لكن هو شخصها، هو واضح انه اثر، بس ممكن يكون كان في اراء اخرى. هو مش ممكن يكون اللاعب في اللحظه دي عموما بيبقى صعب جدا عايز ينزل، يعني عايز ينزل، فيعني السيطره عليه بتبقى شديده شويه. ديت الحاجات اللي بيلام فيها ممكن الدكتور، لما يكون برضو التاهيل ما كانش كامل فينزل اللاعب من حاجه يطلع بعضله ثانيه، معناه ان ممكن عضلات بقيه عضلات الجسم فيها ما كانتش مؤهله كويس، لان هو التاهيل مش معناه تاهيل الاصابه بس، هو تاهيل كل الجسم للنزول. طيب نكمل حديثنا يا دكتور بعد ما نروح نشوف اراء النقاد الرياضيين في اصابات الملاعب بشكل عام ونرجع مره ثانيه. لما اجي اتكلم على جمله الاصابات راجع بقى يعني الاسباب الحقيقيه اللي بتؤدي لهذه الامور، محتاج تحليل منطقي. اشوف اولا حجم الضغوط النفسيه والعصبيه على اللعيبه دي بتستحملها ازاي، اشوف ارضيه الملعب ودورها، اشوف احلل الاداء البدني الحمل البدني هل تم اعداده يعني وضعه للعيبه بما يتناسب مع قدرات اللعيبه صحيا والعضليه والنفسيه والكلام ده.
اشوف التقويم الاداء بصفه عامه والضغوط بيتعرض لها اللاعب في المباراه ذاتها. ثانيا بعض الاحيان العنف المتعمد في ازاء الخصم والعمليه بدا فيها نوع من الشحن على صراع على بطوله انا مش شايفها يعني مش مكسره الدنيا يعني ده مدرجات خاويه على عروشها زي ما احنا بنقول والعمليه يعني بس ساخنه بس على في الاستوديوهات التحليليه لكن دوري بيعاني دوري ممل دوري بطيء في غياب الجمهور وكانك تشاهد وكانه هناك عمل مسرحي بدون جمهور. المشكله كلها في الاصابات في اصابات انواع كثيره انواع بتطول بتقعد سنه انواع خفيفه شد خفيف لا يستغرق شهر مثلا لو طول الشد ممكن يبقى شهرين يبقى ثلاثه على حسب الشخص نفسه لكن المشكله كلها انك يجي للاعب اصابه زي رباط الصليب. رباط الصليب ده بقى في مصر انا مسميه الانفلونزا بالظبط بقى يصيب الانديه المصريه في مقتل وانت عارف رباط صليب يعني عدم الاستفاده من لاعب في مده تتراوح من 6 شهور ل 8 شهور وممكن توصل سنه احيانا حسب استعداد اللاعب حسب الاستشفاء اللي خده حسب البرامج اللي بيعملها خلف الطبيب اللي بيديها له. كنت في الاهرام الرياضي كنت عامل احصائيه من حوالي 3 سنين او 4 سنين عن الرباط الصليبي اللي اصاب الرياضه المصريه خلال السنوات الاخيره طلعت برقم غريب جدا وصل فيه الرقم من 4 سنين او 5 سنين حوالي 110 لاعب. تخيل منذ هذا التاريخ وحتى هذه اللحظه يعني هنقول 50-60 لاعب تجاوزا كده مثلا تاني او 60 رياضي او 70 رياضي بالظبط فهنوصل ل 200 لاعب خلال السنوات السبعه او الثمانيه او العشره الاخيره وده رقم كبير جدا لازم نقف عنده لازم الاجهزه الطبيه تقف عندها لازم الانديه نفسها تقف عندها يعني الانديه بحجم النادي الاهلي بحجم الزمالك بحجم الانديه الكبيره اللي في مصر لازم تحاول انها تعمل حاجه تعالج هذه الازمه وهذه المشكله من خلال يعني الاهلي بيدفع مثلا في لاعب 60 مليون 70 مليون 80 مليون او 120 مليون او 130 مليون ارقام زادت خلاص بقى شيء لا مفر منه. انت بتدفع المبلغ الرقم الكبير ده في لعيب انت مش قادر تعمل صرح عندك طبي مركز طبي خاص بيك انت ده مهمته انه مؤهل انت اللي بتاهل بنفسك يعني انت اللي بتقود حته التاهيل من اطبائك بالاستشفاء اللي عندك انت والدكتور بتاعك يتابع غير لما يروح يتاهل بره او يتاهل يروح ويجي وانت ما بتتابعش اللاعب الا من خلال الطبيب اللي بيبقى معاه والمرافق ده لما يكون عندك مركز طبي موجود في النادي بتاعك فده هيعمل يخلي لك في حاله من المتابعه الشديده ويخليك عارف اللاعب ممكن يرجع امتى وفي نفس التوقيت تبقى مطمن على عوده اللاعب بسرعه او سير العلاج ماشي ازاي. طبعا عايز اقول لك ان الاصابات في النادي الاهلي علامه استفهام كبيره في الفتره الاخيره وعايز اقول لك رايي الشخصي ان هو المظلوم فيها الدكتور خالد محمود بصراحه هو ما اسموش خالد محمود الخطيب يعني عشان نجيب من الاخر يعني هو الاصابات دي ويلام الدكتور خالد في حاله او الجهاز الطبي عامه برئاسه الدكتور خالد ان هو يلام في حاله واحده بس ان يكون الاصابات دي تشخيص خطا غير كده هو ما يلامش دي اصابات تبدو او اكثرها عضليه يا اماميه يا خلفيه مش عارف الامور دي عضليه دي نتيجه ايه حسب معرفتي انا مش متخصص لكن دي حمل زياده او حمل اقل احمال فدي لا يسأل عنها الجهاز الطبي ممكن تكون في اول السنه ممكن يكون الجهاز الطبي عفوا اللي هو محطه الاحمال اللي هو مايكل اندي مان اللي هو السابق دي مش علاجها عند الدكتور او اسبابها مش عند الدكتور خالد محمود عشان نكون واضحين وصراحه لان السوشيال ميديا ظلمت الدكتور خالد وظلمت الجهاز الطبي للنادي الاهلي انا والله ما اعرفه شخصيا ماليش علاقه بيه ولكن دي كلمه حق بتتقال من هو يلام في حاله واحده فقط اللي هو التشخيص الخطا لكن طبعا بغض النظر عن الامور الطبيه هو استفهام كبير في النادي الاهلي يعني عايز اقول لحضرتك النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا امام شباب قصاره الجزائري يوم الجمعه الصحافه الجزائريه النهارده او ومن امبارح بتتحدث عن غياب فريق كامل عن النادي الاهلي بتتكلم عن غياب 12 لاعب ده كان قبل ماتش امبارح اللي هو ماتش الاهلي وفيتا كلاب كان فيه 2 كمان اتصابوا يعني في 14 لاعب والقائمه دلوقتي بقت غريبه جدا يعني كل مباراه اصابه 2 او 1 او 2 كل تدريب تعرض واحد للاصابه يعني العمليه غريبه جدا يعني في حاجه غريبه فعلا في النادي الاهلي برجع اقول الكلام على ذمتي الشخصيه انه الامور دي شكلها مش طبيا يعني دي امور مش طبيه في حاجه غلط في حاجه غلط بتسبب في الاصابات دي. خلينا نتكلم واقعي ان فعلا في اصابات كتير جدا دلوقتي ان لابد ان ننظر لارضيات الملاعب خلاص العالم كله بتتطور ارضيات الملاعب دي مهمه جدا خشونه ارضيه الملعب او لو ملعب نجيل صناعي دي بتاثر كتير جدا
حقيقي 90% من ملاعب مصر فيها مشاكل في الارضيات، ودي لابد انه يعالجها بشكل جيد جدا. كتير من الملاعب اللاعبين نفسهم اشتكوا من الارضيه ناشفه، ويمكن لو بتلاحظ بتلاقي مثلا في مباريات النادي الاهلي دايما اللي هو صاحب الملعب بيرش الملعب قبلها، بيبقى بيساعد على سرعه الكره وبيساعد على ان ارضيه الملعب نفسها بتستريح شويه، ودي يمكن بداها مانويل جوزيه في النادي الاهلي من فتره طويله، وكانوا الناس بتضحك وتقول لك بيرش الملعب ليه. لا دي حقيقه، ارضيات الملاعب محتاجه شغل. اعتقد ان المفروض برضو ارضيه استاد التتش تتراجع، ممكن يكون بقى لها فتره الارضيه جاي يعني الملعب شكله جيد، لكن ممكن تكون الارضيه نفسها فيها بعض المشاكل، دي جزء مهم جدا. في حاجات اخرى تانية ممكن يكون في اجهاد للعيبه بشكل كبير جدا، تلاحق المباريات كل 3 أيام مباراه ده برضو مهم جدا. النقطه الثالثه الضغط العصبي اللي بيعاني منه اللاعبين، ودي طبعا وخاصه الفرق الكبيره لما تكون بتلعب على بطوله دي بتبقى مهمه جدا، ان انت بتبقى عصبي على طول مضغوط، العنصر العصبيه ده بيأثر في الاصابات. في جزء رابع قد يكون هناك بعض الخشونه في الدخول على اللاعبين. في عنصر خامس قد يكون من اللعيب نفسه ان هو بيحافظ على النوم بدري، الساعه البيولوجيه بتاعت النفس لازم ينام بدري، لان النوم بدري بيساعد كتير جدا اللعيب، على عكس لو سهر، على عكس لو مركزش، على عكس لو راح متاخر رايح متعصب على التمرين. دي كلها عناصر بتاثر بشكل كبير جدا على اللعيب. طيب يعني اراء كثيره واضحه من النقاد الرياضيين واللي اكيد بيتابعوا الامور عن كثب، لكن عايز اسال حضرتك يا دكتور، هل في توصيات معينه لتقليل الكم الهائل من الاصابات من وجهه نظرك؟ هو اولا يعني انا رايي ان احنا محتاجين نوعي لاعبتنا، يعني نوعي. هو في اسلوب توعيه ازاي اللاعب يتقي الاصابه. فدي محتاجه توعيه، يعني انا امتى لازم اقول للدكتور ازاي انا في الملعب يبقى عندي نوع من المرونه، لان انا اقع بشكل معين ما يعني اقع والف على الارض بدل ما انزل دايركت على، يعني في اسلوب معين كده لابد من ان احنا نحاول ان احنا يعني في فكر محتاج ان احنا يعني ندرسه، ازاي انا كلاعب احمي نفسي من اتجنب الاصابه او احمي نفسي من الاصابه، السلوكيات اللي المفروض ان انا اراعيها في تعاملي مع المدرب ومع التمارين بتاعتي ومع المباراة ومع الخصم بتاعي ومع زمايلي ومع، يعني في محتاجين نحط زي يعني اسلوب توعية، فكر توعية للاعب ازاي هو نفسه يحمي نفسه من الإصابة. وبرضو يعني في تمارين مرونة بتخلي فيه نوع من الرشاقة عند اللاعبين، بحيث ان هو يقدر يلعب من غير ما يعني يصاب، بدل ما يبقى فيه التحامات او لحظه الالتحام يبقى عنده نوع من الرشاقه اللي هو يقدر يحمي بيها نفسه. تمارين المرونه والرشاقه دي من الحاجات المهمه جدا. برضو من التوصيات بقى للاعبين التسخين الجيد. التسخين الورمينج اب ده اللي هو التسخين ما قبل التمرين، التسخين ما قبل المباراه. في بعض اللاعبين ممكن يتخيل ان هو بيؤدي واجب. لا انت بتحمي نفسك من الاصابه. فالتسخين الجيد اللي هو قبل التمرين او قبل المباراه ده بيدي للعضله الـ المرونه الطبيعيه بتاعتها اللي هي تقدر تشتغل بيها، اللي هي لو ما خدتش الـ يعني التسخين بتاعها الجيد ممكن يحصل فيها اصابه. فالتسخين الجيد ديت نقطه مهمه بين التفريط والافراط، يعني هي لا يعني عفوا ما يزودش قوي في التسخين لدرجه ان هو يعمل اطالات كتير، ان هو يجهد نفسه قبل بالزبط. ما يلعب ولا ان هو يعمل اطالات كده على القد عشان يبقى برضو ايه بيشارك مع وطلص. الناس وبيأدي واجب. ديت نقطه مهمه برضو تانية. النقطه الثالثه الكولينج داون بعد اللي هو فترات الاستشفاء اللي بعد المباراه. تمام. انا لازم احط نفسي زي ما المدرب ما بيقول لي وزي ما الجهاز ما بيقول لي، الكلام اللي بيتعمل ده بيتعمل وقايه للاعبين اكيد، فما خدهاش على ان هي تاديه واجب خلاص، يعني ايه انا اديني عملت شويه اديني كاني عملت. لا ده مهم جدا، مهم جدا التسخين ما قبل والفتره بتاعه الاستشفاء اللي ما بعد التمرين او ما بعد المباراه اكيد، وطبعا فترات الاستشفاء زي ما قلنا في الاول التوازن وهكذا. برضو من ضمن الحاجات المهمه ان اللاعب يبقى قريب من الطبيب والطبيب يبقى قريب من اللاعب، علشان في لحظه ما اللاعب ما يحس بمشكله يحكي للطبيب. ساعات اللاعب بيخاف انه يحكي للطبيب
علشان ما يروحش يقول للمدرب فالمدرب يمنعه أكبر ويبعد عن او يمنعه من ان هو يشارك او كده. لا هو يبقى قريب ويبقى واثق في ان الطبيب هياخد كلامه ويقرر معاه الكلام ده يتقال للمدرب ولا لا، يلعب ولا ما يلعبش، يتدرب ولا ما يتدربش. النقطه دي مهمه جدا جدا في تشخيص المبكر للاصابه. يعني انا دلوقتي لو عندي مشكله كلاعب وحكيتها للطبيب وهي لسه بتبتدي وهو استدركها على طول في خلال يومين ثلاثة ممكن الدنيا تتحل، لكن لو أنا ما قلتش ودست ولعبت هتصاب والقصة مش هتبقى يومين ثلاثة، هتبقى شهرين ثلاثة. فالنقطة دي برضو مهمة، قرب اللاعب من الطبيب وقرب الطبيب من اللاعب، ولازم يبقى فيه نوع من التواصل اللي يخلي ده واثق في ده وده واثق في ده من غير ما يبقى شاكك أنه هيروح والمدرب وهيعمل وهيسوي. طيب. هيركنه يعني. في مزيد من في قصه برضو ديت وصيه للجهاز نفسه. ان احنا قصه اختبار الاصابه يوميا ومن ثلاث جهات، كل ما بختبر الاصابه انا بقرص على الاصابه. فيفضل عدم الاختبار المتكرر، يعني انا هروح للدكتور يعمل فحص للعضله، هروح للدكتور العلاج الطبيعي هيعمل فحص للعضله، اخصائي المساج هيروح يعمل اخصائي التاهيل هيعمل. كل اختبار بيحصل هو شد للعضلة عشان يعرف ايه الاخبار وصلنا لايه. مش مطلوب ان احنا نعمل اختبار متكرر يوميا علشان ما نعملش احنا اللي نعمل مشكلة للاصابة. بالزبط. مش هتستريح كده، عمرها ما هتستريح. فيفضل ان احنا في واحد شخص، في واحد بيتابع، يبقى الباقيين لا، كل ده تحت اشراف الطبيب، والطبيب طبعا هيقول لهم يا جماعة بلاش اختبار. دي النقطة التالية. برضو نقطة اللاعبين غير المشاركين. اللي ما بيشاركوش اللي بيحصل ان ساعات اللاعبين غير المشاركين يروحوا النادي يتدربوا وياخدوا حمل تدريبي وبعدين يجوا تاني يوم اللي شاركوا نريحهم ونعمل التكتيك على الايه على اللي مشاركوش. فنروح عامل لهم حمل زيادة. تاني فتظبيطه الجزئيه الحمل للغير مشاركين سواء بالقله او بالزياده دي نقطه مهمه جدا عشان ما يتصابوش الغير مشاركين. التزام اللاعب مع طبيب النادي، بس مع طبيب النادي، لان البرنامج لما يعني مش هروح لطبيب النادي كده كده اللي هو بيبقى مسؤول عني ومع ذلك اروح لطبيب خارجي اقول له لو انا هروح بره اقول له وهو يقول لي او لا. هو في النهايه هو حريص عليا، لكن حريص عليك وعلى مصلحته كمان. بالظبط. لكن ازدواجيه القرارات، ازدواجيه البرامج، ازدواجيه العلاج هتعمل مشكله. فخلينا ملتزمين مع طبيب النادي، تمام، ولو في مشكله ولا حاجه نقول له ونصرحه وساعتها. طيب. لكن التشتت ده هيبقى مش كويس. اخر حاجه هقولها مراعاه نفسيه اللاعبين المصابين. يعني المدرب معلش شاطر يعني بيخش يبص كده انت اخبارك ايه اللاعب اللي هو المصاب، لان هو الشاب المصاب ده بيبقى محتاج النقطه دي. مش معناه ان هو مصاب خلاص مركون لحد ما يخف. لا، المدرب بيدخل ويسال عليه، زمايله بيخشوا بيسالوا عليه، والدكتور بيسال عليه. يعني احساسه بان كل اللي حواليه بيسالوا عليه بما في ذلك المدرب وحرصه عليه، دي نقطه مهمه جدا في نفسيته وبالتالي مهمه جدا في ان هو يخف بسرعه. طيب حصل حضرتك اسئله سريعه وعايز رد سريع ايضا من حضرتك. مدرب الاحمال بيبقى ليه دور في الاصابات؟ طبعا. طيب التدريبات الاضافيه، في بعض اللاعبين بيتمرنوا في النادي الاهلي او في الانديه بشكل عام، مش عايز اتكلم بالتحديد، ممكن النادي الاهلي نتكلم عليه بالاخص لان حجم الاصابات او عدد الاصابات كتير الفتره دي، لكن بعض اللاعبين بشكل عام في مصر ممكن يكونوا بيتمرنوا في ناديهم ويروحوا يعملوا تدريبات اضافيه في الجيم الخارجي، هل ده صحي ولا ممكن يؤدي لاصابات؟ من اكبر المشاكل اللي بتؤدي للاصابات، لان المدرب بيحط حمل على اساس ان اللاعب ده قدرته على الاستيعاب كبيرة. في الحمل بتاعه التدريبي، لكن هو كمان بيعمل حمل بره والمدرب ما يعرفش. يبقى معنى ذلك ان العضله تحت حملين، وده بيحصل على فكره في اماكن تانية اللي هو بيبقى مثلا بيجيبوا اولادهم فتنس ويلعبوا لعبه ويلعبوا لعبه ثالثه، والثلاث مدربين ما يعرفوش بعض. صح. وكل واحد بيحط لنفسه حمل، الضحيه مين؟ الضحيه هو الولد او اللاعب. طيب بالنسبه للاجهزه المتطوره، هل في اجهزه متطوره للوقايه من الاصابات او لتجنب الاصابات وايضا للاستشفاء والعلاج من الاصابات؟ طبعا. يعني احنا كل ما استخدمنا يعني اولا في فترات الاعداد الاجهزه اللي احنا بنتكلم عليها زي الايزوكاينيتك وزي البالانسنج وزي التقييم الجيد للعضل، احنا تقييم العضله ديت مش انا بحط ايدي كده بقول دي عضله حلوه ودي عضله وحشه. لا، هي لازم لها من يعني جهاز، الجهاز ده يديني عدم توفر الاجهزه دي ممكن يؤدي للاصابات. صح. ويا ريت النادي يبتدي يفكر في النقطه. طيب ديت لا، خلينا نقولها وناكدها بشكل كبير جدا من خلال برنامج الاهلي الليله دلوقتي واحنا معاكم في هذه اللحظات، النادي الاهلي خلاص خد اجراءات
مؤكده في جلب المزيد والعديد من الاجهزه اللي سواء يعني بتعالج او بتعمل استشفاء للاعبين او بتجنب اللاعبين كمان من الاصابات. دي خطوه تم اتخاذها بشكل رسمي ومؤكد من قبل مجلس اداره النادي الاهلي وشيء مفروغ منه، وهنشوف الاجهزه دي قريبا جدا جدا متواجده في النادي الاهلي. وما كانش الامور هتتضح كده الا بكم الهائل من الاصابات ده، لكن للاسف يعني خلاص ده قدر وحصل. لكن الاهم ان يكون في خطوات لتجنب تكرار هذه الاصابات او تجنب العدد الهائل من هذه الاصابات في النادي الاهلي. طيب دكتور، عايز اتكلم تحديدا عن اصابه الرباط الصليبي. البعض او زمان شويه كنا بنقول الرباط الصليبي فتره علاجه 6 شهور. جت اصابه مروان محسن مع المنتخب، مروان تقريبا قعد ما يقرب من سنه لحد ما لعب رجع للملاعب بشكل طبيعي. المده المحدده او هل هي اصلا محدده ولا لا للعلاج من الرباط الصليبي؟ هو في اختلاف شوية على امتى الرباط يلتئم مع العظم. اختلاف على ايه؟ يعني بص حضرتك، الرباط بيتشل، لان هو الرباط الصليبي القديم مش ما بيلتئمش، اتقطع ما بيلتئمش، فبيتحط رقعة يعني رباط صليبي بديل، اعادة بناء رباط صليبي بديل. بيتاخد من العضلة الخلفية صح؟ ده من اكتر من مكان، اماكن كتيرة في الجسم. هيتحط وهيتثبت لحد ما الرقعة ديت الوتر ده يلتئم مع العظم. تمام. التئامه مع العظم فيه اختلاف بقى هياخد قد ايه وقت، لكن اتحط له فتره زمنيه متوسطه. بتفرق من لعيب لاخر؟ ممكن تفرق الأخرى؟ من شخص للتاني. تمام. بس هو المتوسط اللي اتحط مع الدراسات طبعا ومع المتابعات و يعني انا لسه قاري دراسه ان الولايات المتحده الامريكيه فيها حوالي 200,000 اصابه رباط صليبي في السنه. يعني حاجه طبعًا. مهوله يعني طبعا. وواضح ان القصه يعني كتر يعني ما شاء الله امكانيات التشخيص والاجهزه الجديده فوريه التشخيص وبقت مختلفه شويه عن زمان، والرصد والتسجيل بقى مختلف شويه عن زمان. فهو القضيه دلوقتي ان يعني الرباط الصليبي فترته لو هي في المتوسط، احنا بنقول المتوسط لحد ما يشارك اللاعب حوالي 6 شهور. لكن هو احنا بنبتدي تأهيل ملعب مثلا ممكن يبقى بعد 3 شهور يبدأ تأهيل ملعب. تمام. لكن بياخد له فترة تأهيل وإعادة بناء بقى جسمه والتوافق اللي بيحصل، لأن هي المشكلة كلها توافق عصبي عضلي. لحد ما يرجع تاني التوافق الموجود. انه حتى في اختلاف كمان على ان هل نسيب الجزئيه الرقعه اللي موجوده اللي هو ما تبقى من الرباط الصليبي القديم يتساب علشان فيه الاعصاب اللي بتتحرك، ولا تتشال؟ برضه في اختلاف طبي فيها. الافضل ايه؟ ما هو برضه اختلاف طبي. تمام. انا شخصيا بشيلها يعني، فهو بنحط الرباط تاني الجديد. فهو الـ 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 في النهايه لحد ما يرجع التوافق ده علشان ما ينزلش اللاعب يحصل حركه ويحصل ارتجاع وتتصاب ويرجع انتكاس تاني ويتقطع الرباط الجديد وهكذا. زياده عدد الاشهر فيما بعد 6 شهور. ده للوقايه من عدم تكرار الاصابه. بص حضرتك، هو القصه ديت مش ده المعتاد. مش ده المعتاد، بس هو اللي انا فهمته ان هو المكان اللي عمل فيه الرباط الصليبي هناك في المانيا هو اللي اختار ان يبقى التاهيل فتره اطول ضمانا وزياده في القوه وزياده للتاهيل وهكذا. انا اللي انا فاهمه كمان ان التاهيل كان هناك. يعني ما كانش تاهيل في مصر. ده بالنسبه لمروان محسن. طيب التاهيل بشكل عام قبل ما اختم مع حضرتك سريعا، بره مصر بيبقى دايما افضل فعلا؟ والله هو لا التاهيل ولا الرباط نفسه طبعا، يعني هم ممكن يكونوا متقدمين شويه عننا، بس هو الحقيقه احنا هنا في مصر كل حاجه بتتعمل، عندنا موجود كل حاجه والحمد لله. يعني يمكن كان من 20 سنه مثلا هنتكلم بقى كلام مختلف. لكن دلوقتي لا. يعني دلوقتي لا، كل حاجه بتتعمل. ده بالعكس، ده في ناس بيروحوا لهم هناك يقولوا ما انتوا عندكم ناس في مصر. يعني يعني طيب، يعني اكيد شيء مهم جدا وملف غايه في الاهميه اتكلمنا فيه النهارده من خلال دكتور وليد عبد الباقي طبيب النادي الاهلي الاسبق. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يخليك. طبعا كان ملف مهم جدا وحديث الساعه في الحقيقه في مصر بشكل عام بسبب الاصابات العديده والمتكرره في الملاعب المصريه بشكل عام وبالتحديد في النادي الاهلي، واللي ان شاء الله خلاص تم اتخاذ اجراءات وخطوات مهمه جدا من قبل اداره النادي الاهلي في عدم تكرار هذه الظاهرة داخل جدران القلعة الحمراء بشكل عام، مش بس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في كل الملفات الخاصة به، وكل التوفيق لكل الأندية المصرية بشكل عام، والوقاية من الإصابة أكيد ده شيء مهم جدا. دي كانت حلقتنا النهاردة من خلالي أنا وزميلي العزيز أستاذ محمد الجندي، ومن خلال طبعا ساعتين ونصف كنا مع حضراتكم. أكيد نتمنى نكون أو تكون حلقة كانت نالت إعجاب حضراتكم. استنونا وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. إلى اللقاء.